في هذه الحلقة سنتعرف على 10 معلومات لابد أن تعرفها عن الطائفة الشيعية. طلب بسيط قبل بداية الفيديو، فقط نوع من التشجيع. نريد منكم مساعدتنا على إيصال هذا الفيديو إلى 5000 لايك. من هم؟ الشيعة هم ثاني أكبر طائفة من المسلمين، عرفوا تاريخياً بشيعة علي أو أتباع علي. غالباً ما يشير مصطلح الشيعة إلى الشيعة الاثنى عشرية لأنها الفرقة الأكثر عدداً. بماذا يؤمنون؟ يؤمن الشيعة أن التشيع هو الإسلام ذاته، ويتبناه الشيعة أنفسهم، حيث يرون أن المذهب الشيعي أصلاً لم يظهر بعد الإسلام، ويرون أن المسلم التقي يجب أن يتشيع ويوالي علي بن أبي طالب، ويؤمنون أن النبي أكد وأعلن الولاية لعلي من بعده. الدولة الأموية. يعتبر الشيعة الأمويين مغتصبين للخلافة من ولدي علي الحسن والحسين وأجزاء من حكم علي بن أبي طالب. فعندما تولى علي الحكم كان معاوية والياً على الشام، فعزله علي، لكن معاوية رفض قرار العزل. ومن شروط الصلح في مصادر الشيعة ألا يسمي معاوية نفسه بأمير المؤمنين، وألا تجوز عنده الشهادة، وألا يتعقب شيعته، وألا يشتم علياً، وأن يرجع الحكم بعد معاوية له ثم لأخيه الحسين. وقد نقد معاوية الصلح، فقد كان يسب علياً ويأمر الناس بذلك. الدولة العباسية. اتخذ العباسيون من مظلومية أهل البيت شعار لهم للوصول إلى سدة الخلافة، إلا أن الشيعة لا يرون فرق بينهم وبين أسلافهم من الأمويين، حيث توارث كلاهما الحكم وأنكروا أحقية أهل البيت بالخلافة، واستعملوا القتل وسيلة للرد على كل من خالفهم. ما هي كربلاء؟ تعد معركة كربلاء منعطفاً هاماً في تطور الفكر الشيعي، حيث أن مأساة كربلاء واستشهاد الحسين بطريقة مأساوية مفزعة ألهبت مشاعر الشيعة، وجعلت الأمر يتحول إلى اعتماد أسلوب الثورة على السلطة وأعلان الحسين شهيدهم رمز المظلوم. فبعد معركة كربلاء نجد الفكر الشيعي يتحول في بعض نواحيه إلى فكر ثوري، ويتحول الحسين إلى الشخصية التي يرى الشيعي فيها رمزاً للمظلوم والغربة، فتراهم يستخدمون دائماً جملة كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء. عقيدة الشيعة في الله. يعتقد الشيعة بأن الله تعالى واحد أحد، ليس كمثله شيء، قديم لم يزل ولا يزال، هو الأول والآخر، عليم حكيم عادل حي قادر غني سميع بصير، ولا يوصف بما توصف به المخلوقات، فليس هو بجسم ولا صورة، وليس جوهرا ولا عرضا، وليس له ثقل أو خفة، ولا حركة أو سكون، ولا مكان ولا زمان، ولا يشار إليه. نظرة الشيعة لعائشة بنت أبي بكر. تختلف نظرة الشيعة لعائشة بنت أبي بكر من ناحية المكانة والتقديس، فهم يجدون أنها كانت معادية لأهل البيت، وتجلى ذلك في عدة حوادث، أهمها تجييشها للجيوش والكتائب لحرب علي. فالشيعة يرون أن حرب الجمل لم تكن من أجل أخذ الثأر لعثمان، وإنما لإسقاط خلافة علي بن أبي طالب وتقويض أركان حكمه. الأئمة الاثنى عشر. يعتقد الشيعة أن الرسول محمداً قد ولى أمر المسلمين إلى الإمام علي بعد مماته ليكون حافظاً لتراث الرسول من أي عبث، وقد ولى الإمام علي ابنه الحسن ليكون ولي أمر المسلمين بعده،
ثم ولى الإمام الحسن أخاه الحسين، ولتستمر هذه السلسلة حتى الإمام محمد المهدي، وهم مخولون من الله بنشر تعاليم الإسلام وتوضيحها من تفسير للقرآن ونقل للأحاديث الدينية وغيرها، ولذلك فهم معصومون من الخطأ. الشيعة في العصر الحاضر: تعتبر الإثنى عشرية هي الطائفة الأكبر، وتليها الإسماعيلية ثم الزيدية بنسب صغيرة، ويتراوح عدد الشيعة في العالم ما بين 154 و200 مليون نسمة بنسبة 10% إلى 13% من إجمالي عدد المسلمين في العالم. عاشوراء: يتخذ الشيعة يوم عاشوراء يوم حزن وعزاء وبكاء، فتقام مجالس العزاء وتقام المحاضرات لعرض حادثة مقتل الإمام الحسين بن علي على الناس من خلال الخطيب، والذي غالبا ما يجلس على المنبر متوسطا الناس ليبكي الناس على المقتل، ثم تبدأ شعائر أخرى كاللطم، ويجلس الرادود يردد المراثي على اللاطمين، ويجرى فيها تمثيل مقتل الحسين، ويظهرون في هذه المجالس ما فيه من مظاهر الحزن والبكاء وما يصاحبه من كثرة الأعلام ودق الطبول وغيرهما. نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقة، ونذكركم أن هدفنا الأساسي نشر المعلومات لثقافة بلا حدود. لقد عملنا جاهداً لجمع هذه المعلومات وإيصالها لكم بشكل مبسط وسريع، فلا تنسوا الاشتراك في القناة وتسجيل الأعجاب وترك تعليقاتكم وملاحظاتكم، وشكراً لحسن المتابعة.